في الفرق بين كوبر واجيري؟ هو كوبر كانت اختياراته يعني كان طريقه لعبه دفاعيه او تحفظيه، فكان بالنسبه لطريقه لعبه كان مختار لعيبه تناسب طريقه لعبه، وكان في دكه تدعم طريقه لعبه. كوبر كانت طريقته كلها دفاعيه، كان كل لعبه دفاعي، كل المنتشه بتاعته يعني دفاع. لكن اجيري شكله تقريبا او البدايه بتاعته شكلها حلو، هو المستوى يعني. كوبر احنا كنا معتمدين اللي هو بيلعب على خطه دفاعيه، لكن اجير انا مش شايف اي خطط في الملعب خالص. كوبر كانت مشكلته ان هو كنا بنقول كورته دفاعيه وكورته مش حلوه. انا شايف اجيري برضو في الماتش اللي فات في اول اختبار ليه، انا شايف ان نفس الكره دفاعيه. كوبر بيدافع اكتر، بس كان بيدافع اكتر من اجيري، يعني اجيري بيهاجم شويه، بس الاثنين تعبانين برضو. طبعا احنا مش هينفع نقارن الاثنين ببعض دلوقتي، لان فتره اجيري لسه فتره يعني مش بالقليله، لسه يعني ما خدش فرصته كامله. كوبر كان دايما بيلعب على الهجمه المرتده عشان عنده بس صلاح، كان بيلعب على صلاح دايما، وباقي الفرقه بتبقى متاخره. اما بالنسبه لاجيري، هو اجيري برضو الى الان بيلعب على استحياء. اجيري هو بيهاجم، عنده جراءه، اما كوبر بخطه دفاعيه. كوبر اختياراته كانت مقنعه جدا يعني بالنسبه للعيبه اللي موجوده، وطريقه لعبه كانت اختياراته كويسه يعني، واخد لعيبه خبره ولعيبه كويسه. اجيري بقى اختياراته كانت وحشه جدا.